استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة السفير باتريك سيمونيه سفير الاتحاد الأوروبي المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض ورحب سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي بسفير الاتحاد الاوروبي المعين لدى مملكه البحرين والمقيم في الرياض مشيدا بمستوى التعاون القائم بين مملكه البحرين والاتحاد الاوروبي وما يشهده من تطور في مختلف المجالات والاصعده، مؤكدا سموه على عمق الشراكه الاستراتيجيه الفاعله والمتناميه بين مملكه البحرين والاتحاد الاوروبي والتزامهما بترسيخ الامن والسلام في المنطقه وتحقيق المصالح المشتركة للجميع.